كيف أنا أتغير، يعني أنا كيف أغير نفسي. أنا خلاص قريت الكتاب وآمنت بالله يعني، ثم بما ورد أو ببعض ما ورد في هذا الكتاب، أنا كيف أتغير؟ كيف أواجه الخوف؟ كيف أواجه الخوف؟ طبعاً مواجهة الخوف يا كرام هي يعني رحلة، ويمكن أنا ذكرت لكم منها لما ذكرت في قضية أني أنا كيف تدرجت من الخوف من الظلام وغيره. هي رحلة رحلة، لكن دعونا نضع مجموعة من الإجراءات لكي نستطيع أن احنا نتعامل مع هذه الرحلة بنوع من الدلالة وفقاً للوحات إرشادية تعيننا بإذن الله تعالى. فأولاً كيف أنا أتجاوز الخوف؟ الخوف عبارة بشكل بسيط أو كيف أتغير؟ خلونا كيف نتغير. عندي أنا شيء اسمه فعل. الفعل يعطيني نتيجة، الفعل أحصل من خلاله على نتيجة، الفعل أحصل من خلاله على نتيجة. هذا أمر طبيعي وبسيط ومفهوم. طيب مثل إيش الفعل؟ والله إني استهزأ فيني أو يعني سخر مني فرديت فعل. ولاحظوا، وإذا ما رديت أيضا فعل. تكلمت فعل، صمت فعل، خرجت ألقي فعل، اعتذرت عن الإلقاء هو فعل. يعطيني نتيجة. هذه النتيجة ما طلعت وأبدعت، هذه نتيجة الإبداع. وأخفقت، هذه نتيجة. أحسن مما توقعت نتيجة، أقل مما توقعت نتيجة، وهكذا. طيب هذه النتيجة يتم تفسيرها في الذهن. يبدأ الإنسان يبدأ يفسرها تفسير. ترى بعض الناس في تفسيراته ممكن ياخذ نسبة تقييم 99% من الناس، تفسيره انهم مجاملين وانهم اصلا ما يفهمون واصلا ما يدرون واصلا ما تفسيره ان هذه النتيجة سلبية. فتبقى معاناة الناس وكثير من الناس في التفسير وليس في النتائج. ترى يا كرام في ناس يتخرج بنسبة 99%، وشفنا شباب وبنات يصيحون في القاعات عشان نص درجة، والعام الماضي كان في إغماء عشان نصف درجة. هذا تفسيره أنه لازم أخذ النص درجة وأني أخفقت وأني وأني وأني، بينما تجد واحد درجة يعني نسبته من في التخرج كأنها درجة حرارة 60 مدري 65، وعازم من ربعه وأبوه يقول اسكت لحد ينظلك وليش تكثر العيون عليك. تفسير، مبسوطين بهذه النتيجة. إذن الذي يعزز من شخصياتنا ويعزز من ثقتنا في أداء الأعمال أو عدم أدائها، تقديرنا لذواتنا، هو ليست النتائج التي نحصل عليها وإنما هي تفسيرنا لتلك النتائج. لو كانت النتائج هذه كارثة. ليش؟ إذا كان في واحد كما يقولون فقير وشين وفاشل مثلا، هاي الثلاثة اللي الناس تدندن عليها، ما عنده فلوس وفقير وليس وسيما، ما عنده معيار جمالي وفاشل ما عنده إنجازات، هذا بلغة النتائج هذا صفر. تفسيره لهذه النتائج، رضاه بالقضاء والقدر، رؤية لمن هم أقل منه، لمن هم أكثر قبحا، لمن هم أكثر فقرا، لمن هم أكثر فشلا، ترى تخليه يعني يحلق في السماء يا جماعة، ترى تخليه يحلق في السماء. القصة التي كانوا يتداولونها كانت في قصة جميلة جدا، أن اثنين واحد ولده فقراء جدا جدا جدا، وما في سقف لبيتهم، وجاء مطر فخلع الأب الباب وأسند على الجدار وجلس ويا ولده تحت الباب، وكان الأب يعتصر قلبه، ضايق صدره من هذه النتيجة اللي إحنا وصلنا لها، ضايق صدره ليش أنا فقير ولدي معاناة معه. فكان ولده يبكي فيقول له يا بابا أنا عارف أنك زعلان، أنا عارف أنك تتألم. فيقول له لا يا بابا أنا أبكي فرحان، لكني أبكي على الآخرين. قال من الآخرين؟ قال يا أخي أنا أبكي وأفكر في اللي ما عنده باب،
ما عنده باب يسند على الجدار ويجلسون تحته، ما فكر في السقف، ما فكر في القصر، ما فكر في البناء، ما فكر. هذا التفسير اللي جعل الابن يبكي فرحا وحزنا على غيره هو ذات التفسير الذي جعل الأب ضايق صدره ويصيح، يعني أقصد ذات الآلية في التفسير، لكن نتائج هذا التفسير مختلفة على المشاعر. وبالتالي إحنا لما نفعل أي فعل، يعني بعض الناس يجي يقول لك والله أنا سبق أني أديت وفشلت وبالتالي ما أبغى أنا أفشل مرة ثانية، هذا تفسيرك. تسميتك أصلاً نتيجتك أنها فشل هذا تفسير، جزء من التفسير. فرق أنك تسميها فشل، فرق أنك تسميها تجربة، فرق أنك تقول والله تبرر هذا الفشل أنك تقول والله أنا لأني أول مرة، لأني ما تعودت، لأني ما استعديت، لأني سأكون أفضل، لأني هذه التفسيرات تقلل وطئ النتيجة على قلبك. إذن هذا الأمر الأول فيما يتعلق بالفعل والنتيجة. لما نجي نسوي زوم أو تكبير لهذه النظرية سنقول التالي. الآن اسمعني بقلبك، الآن اسمعني بقلبك. أولا هناك ما يسمى بالمعتقدات، بالمعتقدات. طيب المعتقدات، معليش يا جماعة اليوم عندنا شغل. المعتقدات من وين تجي المعتقدات؟ بالمناسبة المعتقدات تجينا من هذه، من التفسيرات. واحد أدى نتيجة معينة فسرها أني والله أنا ما عاد أصلح أبد، تحولت معتقد. واحد أفلح من المرة الأولى ففسر أنه أنه كويس وأنه قادر، صار عنده معتقد، صار عنده معتقد. بس خلونا الآن لا نربط بين النموذجين، خلونا نبدأ في النموذج الثاني. الآن الآن عندي معتقدات، هذا الأمر الأول، لدي معتقدات. هذه المعتقدات تقودني إلى ما يسمى بالقدرات، وهذه القدرات تقودني إلى ما يسمى بالأفعال، وهذه الأفعال تقودني إلى ما يسمى بالنتائج. معتقدات، قدرات، أفعال، نتائج. شلون؟ أنا ما أنا أعرف أسوي قهوة كذا، أظن هذا معتقد، أظن ولأني أعرف أسوي قهوة، لأني أظن أني أسوي قهوة، أشعر أن عندي قدرات على أني أسوي قهوة، ولأني عندي قدرات أني أسوي قهوة سويت قهوة. وما أدري الآن، طبعا ممكن أنها أضبطت القهوة. لما القهوة تكون جيدة ورائعة ومذاقها جيد، هذا واحد أنا مرة مبسوط، تتضخم النتيجة وتطلع مرة كويسة لما كثير من الموجودين يثني على هذه القهوة، فتتحول هذه النتيجة ونتائج النتيجة إلى معتقد يزيد من اعتقادي أنني فنان قهوة باريستا. خلاص، ثم تتطور قدراتي بناء على المعتقد، ثم أبدأ أسوي القهوة دائم، ثم نتائج أني صرت خلاص أسوي القهوة كذا بدون مقادير كذا، يعني بالحس بالاحتراف. هذا نموذج بسيط، خلوني أوسعها بشكل أكثر. وذكرت هذه القصة كثيرا كثيرا كثيرا. مرة مرات كنت ألعب في نادي الفيحة، وكان كنت أنا في مستوى الناشئين، وكان طبعا في درجة أولى وفي أولمبي وفي شباب وفي ناشئين هذا وفي براعم، لا أنا الناشئين. فكان في مباراة ديربي لفريق الشباب اللي فوقنا، بيبارون مباراة مهمة ونهائية، فأنا صغير، فاختارني المدرب أني ألعب هنا، اختارني. هذا الاختيار بحد ذاته زرع عندي معتقد أني أنا كويس، والدليل أني أنا كويس أنه اختارني من بين الصغار ورقاني فوق مع الكبار في مباراة مهمة. أنا عندي مؤشرات أني كويس، عندي قرائن، فأنا الآن أشعر أني كويس، أشعر. طيب لما جت التشكيلة قال المدرب وياسر يلعب ظهير يمين، أوه تضخمت القناعة أني أنا كويس،
والدليل عندي أدلة، يمكن توافقوني على هذه الأدلة، مجموعة قراءة تدل أني أنا كويس. لعبت المباراة وأنا أظن أن قدراتي عالية جدا جدا جدا، ولأني أظن أن قدراتي عالية جدا جدا جدا، بدأت المباراة وأنا أمسك أول كورة وأتجه إلى الباب وأسدد بكل قوتي، فعل شت الكورة دخلت هدف، دخلت الكورة هدف، أنا آخر واحد يعلم أنه هدف. طبوا علي من كثر ما أنا صغير، كانوا كنت أنا واقف وهم على ركبهم وكانوا ضاميني، يعني حاجة مرة صغيرة صغيرة مرة مرة. فهذا الهدف اللي صار نتيجة عززت من قناعتي ومعتقداتي أني لاعب كويس. هنا لو تجي تهز قناعتي ما تهزها، يا أخي جايب هدف، أنا جايب هدف، أنا ما يبسهل. فزادت نظرتي لقدراتي وبديت أفعل وشوت وأفعل وأركض وأسوي وأفعل وأسوي وأفعل وأسوي وأفعل. حتى أني كنت أسمع المدربهم يقول أمسكوا رقم ستة، أمسكوا رقم ستة اللي هو أنا. هذه الكلمة بحد ذاتها يعني أعطتني قناعة أوصلتني لنتيجة وقناعة أني أنا إنسان خطير جدا جدا جدا. انتهى الشوط الأول، جينا بين الشوطين جلسنا مع اللاعبين، كيف الحال يعطيك العافية ما قصر، جون الشباب قالوا ما شاء الله عليك ياسر أنت كيف قدرت يا أخي أنت رائع. أنا بس باقي كذا بس أوقع على الفنايل، على فنايل زملائي. قال لي واحد منهم يا أخي أنت كيف استطعت أن تسجل على فلان اللي هو حارسهم؟ قلت من حارسهم؟ فلان، هذا فلان، هذا فلان، خلنا نسميه ألف. ألف هذا كان حارس المنتخب أو تم اختياره للمنتخب في يوم من الأيام، فقوي مرة يعني في لغتنا قوي مرة. قالوا لنا قبل المباراة، شوف تأثير المعتقدات، قالوا لنا قبل المباراة ترى هذا مو بلاعب، وإن اللي بيمسك باء، وباء هذا ضعيف ترى وشوتوا عليه. أنا دخلت بقناعة إن هذا باء، وبالتالي جعلتني هذه القناعة أشعر بقدرتي على أن أفعل لتسجيل الأهداف. جيد؟ الآن أنا في لحظة مفصلية تاريخية، أنا سجلت هدف وجو يقولون لي ترى هذا ألف القوي، سجلت على القوي. أنا عندي خيارين، جينا للتفسير، إما أنا أقول ممتاز الحمد لله يا رب الشكر لله الحمد لله الشكر لله سجلت حتى على حارس المنتخب فتزداد القناعة، وإما أن أقول يا الله يقول عمو الفرصة يقول عمو الصدفة. وللأسف اخترت الثاني أنا وقلت يقلع أم الصدفة. وين اللي تغير الآن؟ هل الهدف تم احتسابه بالفار ألغي؟ لا، لما قلت هو صدفة الهدف ما ألغي، النتيجة ما تغيرت، ما تغيرت، ولا الأفعال يعني ما أقدر أرجع ويشيلون أني شت الكرة، ما في، ولا يقدرون يغيرون قدرات أني أركض وشوت، لا لا. بس اللي صار لما قلت صدفة إن المعتقد هنا تهشم وضعف، ولما ضعف المعتقد أضعف القدرات. تخيل ألعب بنفسية أني لاعب محظوظ ولست لاعب موهوب، فرق فرق، فما عاد قدرت أشوت. حتى لدرجة أني دخلت 18 ما أنسى إلى خط الستة ومررت تمريرة بئيسة جدا، بعد 10 دقائق يرفع التغيير رقم ستة يطلع من أفضل لاعب الشوط الأول إلى أول لاعب يخرج من الفريقين الشوط الثاني. وين المشكلة؟ المشكلة كانت في المعتقدات، في المعتقدات.